جهة بني ملا الخنيفرة على الأوراش الكبرى، جهة تشهد تدنيا في مؤشرات التنمية خاصة في المناطق الجبلية التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الجهة. إكراهات بالجملة تواجه المنطقة حاليا. تدخل التنمية وباش يكون تشغيل وباش يتشجعوا المستثمر لابد من تثنية الطريق الوطنية بين خنيفرة وبني ملال، ولابد من تثنية الطريق الرابطة بين خنيفرة وطريق السيار. بالنسبة للشباب ديال الخريبكة يعاني من قلة الشغل، يعاني من يعني انعدام وجود المدارس العليا، يعني الوسائل ديال الترفيه. لكن المنطقة تنهض في صمت. الفاعل الاقتصادي الأول بالمغرب المجمع الشريف للفوسفات يعكف على إطلاق منطقة صناعية بشراكة مع الدولة والجهة. كما ستتعزز هذه المنطقة بخط سككي جديد سيربط بين بني ملال وخريبكة مرورا بالفقيه بن صالح. هناك مشاريع إن شاء الله مرتقبة، هي قيد الدراسة من الخط السككي اللي غيمشي من خريبكة إن شاء الله لبني ملال، اللي هو غيكون واحد الخط مهم جدا على المستوى سوسيو اقتصادي. الدراسة التفصيلية الآن هي قيد الإنجاز، كاين تقديرات أولية تتكلم على أننا غادي نكونوا فوق 3 مليار ديال الدرهم. القطاع السياحي ينتظر هو الآخر التفاتة من قبل الحكومة حتى لا تبقى أقاليم أزيلة الخنيفرة وبني ملال خارج الخريطة السياحية.